بص احنا عندنا مفاجآت ليك كتيره في الحلقه دي، ربنا يستر بقى. المفاجآت بقى خلي بالك هتتوالى. تعال نروح لاول مفاجاه لكابتن علي زين وترجع له مره تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ببارك لك يا باشمهندس خالد بالبرنامج، وان شاء الله من نجاح لنجاح كالعاده، وكعادتك انت بتبهرنا بالشخصيات اللي بتستضيفها. علي زين قصه نجاح كبيره جدا جدا، اذا اديتها عنوان لديها عنوان ان لا يوجد مستحيل قدام الشباب المصري اذا توفرت الامكانيات وتوفرت الاراده، فمفيش حاجه اسمها مستحيل. انا طبعا كنت بتمنى لعلي من زمان ان هو يحترف في الدوري الاوروبي، لان انا كنت شايف ان هو امكانياته كلاعب، امكانياته الجسمانيه والفنيه والذهنيه كلاعب هتتوافق جدا مع المستويات العاليه في اوروبا. صحيح هو خرج من نادي كبير اللي هو النادي الاهلي، وانما هو كمان انتقل في بداياته، انتقل من وقت ما انتقل لاكس بروفونس كانت خطوه كويسه، وبعدين انتقاله للدوري الاماراتي. يعني هو قاد تجربته بنفسه واستفاد من كل مرحله فيها، وده برضو حاجة من الحاجات اللي تحسب ليه هو شخصيا، ان هو خطط لنفسه مظبوط واستفاد من كل مراحل هو مر بيها بشكل مثالي. وطبعا وصوله لبرشلونة طبعا انا ما بقولش ان هو قمة النجاح، ولكن هو نقطة عالية جدا جدا في مشواره، وانما مشواره لسه فيه الكتير الكتير، وانا بتوقع له اداء كبير جدا جدا مع برشلونه، واداء في الدوري الاوروبي وفي الليغا، وان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام هيبقى على منصه من منصات التتويج في بطولات العالم والاولمبيات مع المنتخب المصري. وعايز اساله سؤالين. السؤال الاولاني، اخبارك ايه مع اللغه الاسبانيه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، لو انت ليك الاختيار ان انت تصطحب لاعب معاك او تاخد لاعب معاك في برشلونة من الجيل السابق او من الجيل الحالي، هتختار مين؟ مساء الخير على جمهور ومشاهدي قناه الاهلي، قناه التميز. مساء الخير كابتن خالد، بحب اهنيك طبعا على برنامج الجديد حصاد الابطال، وان شاء الله يكون برنامج متميز زي ما انت عودتنا دايما. وبحب استغل وجودي معاكم على قناه الاهلي، وبهني اللاعب علي زين على تجربته الاحترافيه الجديده نادي برشلونه. طبعا بعد المستوى المتميز اللي ظهر بيه خلال السنوات الماضيه، وكلله بالنجاح مع منتخبنا بحصولهم على المركز الرابع باولمبياد طوكيو. كل التوفيق للاعبنا المتميز علي زين، وانا متاكد ان هو هيكون عند حسن ظننا بيه، وتكون تجربه ناجحه ان شاء الله. في البدايه بحب ارحب بكابتن خالد العوضي وبارك له على برنامجه في حصاد الابطال، واتمنى له مزيد من النجاح والتالق زي ما تعودنا منه. تاني حاجه بنرحب بعلي زين بضيف البرنامج وصاحب الحدث الابرز الفتره الاخيره في تقدم نادي برشلونه. حاجه طبعا تشرفنا كلنا ان ابن ابناء النادي الاهلي ولاعب اول لاعب مصري بيحترف في نادي برشلونه ونادي بحجم برشلونه في اوروبا عموما، حاجه طبعا شرفنا كلنا، واحنا هنشوف اثر الكلام ده على كره اليد العربيه والمصريه الفتره اللي جايه. بنتمنى له التوفيق باذن الله، وطبعا احنا افتقدناه هنا في نادي الشارقه، وطبعا ربنا يوفقه ونتمنى له التوفيق، وباذن الله يكون خير سفير لكره اليد المصريه في المحافل الاوروبيه ان شاء الله. التوفيق عليه. كابتن خالد، احب ابارك لحضرتك على برنامج حصاد الابطال، ودائما متالق كالعاده في سماء الاعلام الرياضي. الحاجه الثانيه، علي لما كان محترف فرنسا حقيقة جات له اصابه كانت مؤثره شويه في رجليه، وكان القرار بتاعهم فرنسا لان هي الاصابه عودته تاني، فكان القرار بتاعهم انه يعمل عمليه جراحيه وهيضطر انه يغيب من 6 لـ9 شهور. فكلمني وجالي برشلونة، فكرنا شوية برا الصندوق وعملنا تكنيك علاج تاني، الحمد لله رجع في خلال شهرين بس. فكنا في الميديكال سيرفيس جوه، فعلي كان يعني بيبص واللي هو كله طموح انه يلعب في برشلونة، وكان يقول لي هيجي يوم ان انا هلعب هنا، فقلت له ان شاء الله. وفعلا الحقيقة بس كانت النظرة بتاعته كانت كلها يعني
التحدي ان هو هيلعب في يوم من الايام هنا ان شاء الله. بس وجات الايام الحمد لله بعد كذا سنه ومحترف برشلونه، وان شاء الله يتالق ويعمل اداء مبهر ان شاء الله في ملعب اوروبا. كابتن علي، كلام جميل كلام، بس الوقت بياخدنا بسرعه، وخلي بالك عايزين بقى نجري كمان في الكلام. فيعني طبعا الكباتن قالوا عليك كلام كويس، تقول ايه؟ طبعا الكباتن كلها ليها فضل عليا، كابتن عاصم ساعدني فضل عليا طبعا في منتخب كبير جدا. احب ارد على سؤال كابتن عاصم. اللغه الاسباني بقى اتعلم شويه، حاولت اتعلم، يعني بحاول اتعلم كل الاساسيات اللي موجوده عشان تساعدني في الملعب. اتعلم من قبل الاولمبياد من ما شاء الله عليك، بس يعني بعد شهر مثلا حاليا بحاول يعني اتكلم اسباني يعني شويه. مين اللعيب اللي هتاخده معاك؟ لو طبعا هو السؤال ده صعب قوي، في لعيبه كتير قوي يعني، انت كل لعيب مؤثر في لعبي يعني. انا مثلا ابراهيم المصري في الدفاع ده لعيب مؤثر جدا بالنسبه لي في الدفاع، وده مخليني اعرف ادافع جنبي بالاسلوب ده. في كريم هنداوي بوزيتيف انرجي لقدام يعني، يعني دايما مديني حاجات ايجابيه. في لعيبه كبيره قوي ولعيبه كتير، كان نفسي انا نفسي كلهم. قلت للدكتور محمد شوقي، قلت للدكتور محمد شوقي ان انا هرجع هنا تاني لما كنت في برشلونه بتتعالج. صح ورجعت. صح قلت له ان شاء الله هرجع هنا تاني و شويه بس اخف والدنيا تبقى تمام هتلاقيني رجعت، وكنت معاه. وبعديها لما رجعت هو اول واحد يعتبر كلمني عملتها ومش عملتها، احنا يعني الحمد لله. الف مبروك علي، بس عشان البرنامج بيجي بسرعه اشكر كابتن هاني الفخراني، عشان كابتن هاني الفخراني بصراحه يعني مدرب مجتهد. انا شايف كابتن هاني هيبقى يعني من احسن المدربين اللي جت في مدار التاريخ العربي كله. فان شاء الله اتمنى له كل خير ان شاء الله. وكابتن ياسر طبعا، كابتن ياسر عامل مجهود كبير في الاتحاد الاماراتي وربنا معاه ان شاء الله. فبشكره جدا على الكلام الجميل ده.